مساء الخير عليكم وصحة شريم بتكم ليكيب تاحنا في رمضان وانتم ثاني مشاهدينا في صنم الطاويس ماني قلت لقيت لين قابل بيوم الله زبون ربدا يطاوع فيهم خويا في صلكالمي هذوك الزوج مازالهم مصغر صبر برك ليلة مرسالي تمدن هذاك دولي طول لاشعرها في شهرين بات سهل وعلى غير العادة خويا قادر يوم ما حش نبدوها بدراما ولا كوميدي اما راح ندير افيد ريشارش يعني مر ما شفت طالف شوش لقيت باللي فضيلة زوجة بسطاطة ما ذاك الطاكسي اللي قال لهم انا اكتر ضربت لي في راسي الجلالي واللي دخلتها وراه ايا وقلعت الحوس عليه نسيتكم وبديتها بالبراني وين تلاقيت بزيد احمد وانا غير جيت نسقسي يضربني بهذا المثل غلطت عيا المرايا عشق في روحه حب يبان بصح كي دارك تكون بزجاج ما لازمش تلعب بالحجره فهمتش علاش بصح فكرني في المثل تاع الجمعي كي راح يريكيبيري وليدو ما يقاتل واحد غير الجبل اللي ما يتلاقاوش ديجا حاب نفهم خويا الجمعي قبل ما نكمل لي ريشيرش رزقي واش داروا له باش ولا يهدر كامل هكا في البراني البيسه هذه كل ماشي هذا مسؤول محمود بس عندك وجيت خو واش حاب خليك وحدك انا غير عيطوا في التليفون الو طق طق قلت له خليته يروح وحده وعرشت لهم على بالك قلت لهم قلت لك خليته وحده ولا لا قلت لك ها شوف قلت لهم كاع الزجال لقيتهم عباكم ما لقيتهم نجيب وحدين اما صرا واحد المشكل مشاهدينا وتحلمت بلي انا نحس باسكو دخلت البراني باش نحبسوا على الجلالي عاشوا سرقين لنا 100 بنت سيد احمد انا روح خلي بنتي ما تخافيش دوك يجي بابا يسلكك انا بسيد احمد ما نخافش المهم كي ما صبتش في البراني روح دير الدار ل 11 ويا ليتني ما درتهاش حسيت روحي دخلت المتاهه المهم غير دخلت تما ديجا لقيت ساكينه ما فهمتش واش كانت تدير تما وسقساتها واحد الطفله على الحيط قالت لها ما نعرفوش واش ساكينه خفتي زورت لي كيديكم منوري عاود زواج تما اليوم ما تحكيليش على محي الدين شكون محي الدين اي انا موراها رحت عند الاسبكتر عبد باش يعاوني وقال لي تبعني راني شاك في واحد تيك توكر ما فهمت زعما الجلالي يكون قلبها جوالات المهم صدمنا للدار هذا تيك توكر دوماج ما صبناش صبنا خوه غير سمع بلي حنا لابوليس قال لي يجري شرطه فكرني في روحي كي نكون فايت على لي بارج مالغري انا راني قاضي القضيه نتاع رمضان بصح نتوسوس نقول بالك هذاك الغاص اللي شريته يكون زط لا وحابين يطيحوني ولا المهم من بعد فهمت بلي امبوسيبل راح نصيب خويا الجلالي لهنا وديسيديت نبدل البلاصه بصح قبل ما نبدلها الو وي هند وي مزيان عمي شحاب يسمع لك واحد الاغنيه عليك مزيان وخلينا من امي دون فرونس ما نجمش انا نطلق ما نقدرش عمري نجرحها وك عندي والد معاها المهم وانا خارج مع 11 ورايح العائلة اونبان حتى يعيطوا لي ويقولوا لي اجري رانا صبنا الجلالي في البطحة انا من الفرحة قلعت نجري شغل الجمعي كي كان هارب من الفهم في السبيطار اونفات شوية اكثر حتى انا لحقوا نلقاه الجلالي بابا ربيعة باك حسيت بريزة وني كيما بونر بريزة وحبيبك يعيط لها بالماسكي يعني انا دوش لقيتولي غير بونر المجرب خلاصوا رجالة ما شباب ما يعرف يهدر ما يعرف يلبس انا شوفي يبقى غير هو في الدنيا ما نديش صباحك الو وخفينا مازيش تعيطي لي بالماسكيه ديجا غير لحقت مخي تخلخل باسكو الجلالي مور ما اكتيفا مود ميسيون امبوسيبل باش يتزوج صبتو ماكتيفي مود ميسيون دوبل 07 ويسي يفتح في الباب بالمساك حل الله اللي تربحك سيد اثراني فهمت علاش ربيعه ولا تخليه يشوف غير لي دوكيومونتير انيمالي المهم مر ما حوست على الجلالي بارتو ما صبتوش وعيت وجعت سيرتو قلت خلاص ما فيهاش ورحت العائله 2.0 باسكو كانوا دايرين طاجين خور شوفوا شانين لي طاكوس واذا بالمفاجاه مشاهدينا كما يقول مبروك صبت الجلالي ثم واش جيمي رباح اي ابارامون مازالو حاب يتزوج ومازال ما صابش وشنو تبدل شويه انا حاب نتزوج يا اخو والله تشوف التصويره تاع المغامره هذه راح تعيش معاها شو تصويره المغامره انا ما خدهاش